يواصل مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لليوم الثاني على التوالي أعمال دورته العادية 67 بالعاصمة النمساوية فيينا. يبحث مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون من الدول الأعضاء في الوكالة مجموعة من القضايا، منها ميزانية 2024 لتعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى أنشطة السلامة والأمن النوويين. وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروتسي قد قال إن تعاون إيران الكامل والنتائج الملموسة هما وحدهما ما سيوصلان إلى ضمانات موثوقة بأن إيران لديها برنامج نووي سلمي. من هناك ينضم إلينا من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد في فيينا تامر نجم موفد الشرق للأخبار. أهلا بك يا تامر، ما هي آخر الأخبار في اليوم الثاني؟ ما هي آخر التطورات؟ ضعنا في أبرز الأجواء. مساء الخير مايا. بدأت فعاليات اليوم الثاني لانعقاد الاجتماع العام أو المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا في العاصمة النمساوية فيينا. بدأت هذه الفعاليات اليوم بافتتاح السيد رافائيل غروتسي مدير الوكالة الساينتيفيك فورم أو المنتدى العلمي الخاص بالوكالة اليوم، الذي يعرض العديد من الملفات ويعرض النيوكلير أتوميك الخاصة بالطاقة النووية والمفاعلات النووية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي سوف يكون لها انعكاس إيجابي على الصناعات وخاصة صناعة الهيلث كير أو القطاع الطبي، وأيضا القطاع الزراعي والصناعي يستفيدان بإنتاج الطاقة النظيفة التي تبتعد بعيدا كثيرا عن الانبعاثات والضرر التي قد يتخلف عن أي طاقة متجددة أخرى. أما بالنسبة للاتفاقيات، هنالك بطبيعة الحال اتفاقيات تجرى بين الحضور وبين الدول الأعضاء، وورد إلينا بأن الجانب السعودي قام سمو الأمير وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بتوقيع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع السيد رافائيل غروتسي. أيضا هذه الاتفاقية التي بدورها سوف تقوم على تدريب المهني للمبتدئين السعوديين وتبادل الخبرات وإعطاء هذه الخبرات للوكالة لهؤلاء الكوادر الشابة. أيضا ورد إلينا أيضا توقيع اتفاقية أيضا من الجانب السعودي مع الجانب الأسباني. هذه الخطوة أيضا تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين مايا، وبالتأكيد سوف نكون معكم في تتابع أي معلومات جديدة سوف نقوم بتغطيتها في المرات القادمة. من فيينا تامر نجم موفد الشرق للأخبار، شكرا جزيلا لك دائما.